بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد الجرنوسي، واسف جدا على الغيبه الطويله دي. بصراحه وحشوني جدا جدا، وحشني ان انا ارجع للقناه اعمل فيديوهات، والفيديو يعتبروه كده تسخين. طبعا انا يعني اللي هيسال كده انت كنت فين، انا اتجوزت وحصلت بعض ظروف وحاجات وانقطعت وبتاع، فالغيبه طولت شويه، قعدنا بتاع فوق ال 40 يوم اعتقد ما عملناش ولا فيديو. فالنهارده بقى انا جاي اشارك معاكم مشكله صراحه كبيره جدا جدا، فاعتبروا ان انا اللي عاوز يعني حل منكم. انتوا كل مره بتطلبوا مني الحل وبتقولوا لي في مشكله معينه وبتاع، فانا بحاول اساعد على قد ما اقدر وباللي انا اعرفه. النهارده في مشكله يعني غريبه قوي من نوعها حصلت معايا مع شركه وي. يعني هقول لكم كده الموضوع باختصار شديد. انا عندي خطين انترنت هنا، لما بستعمل او بستهلك الخط الاول بيأثر على الخط الثاني، بمعنى ان انا لو عملت الداونلود من الخط A مثلا او من الراوتر A بيأثر على الراوتر B، كاني بالظبط بعمل داونلود منه ولكن ما باخدش من الباقه بتاعته، يعني السرعه بتتأثر. لو انا عملت داونلود مثلا وسحبت السرعه كامله من الخط A وجيت على الخط B، فالخط B هنا هيتأثر، كاني بعمل منه هو الداونلود والبنج بيرفع والكلام ده كله. والموضوع ده انا اكتشفته بالصدفه من حوالي 4 أو 5 شهور، كنت بلعب ببجي موبايل لقيت البنج عندي بيرفع. انا الخط الاحتياطي دوت عامله للبيت هنا، بيتفرجوا بيه على فيديوهاتي، يشغلوا يتصفحوا يعملوا الكلام ده كله، وليهم هم عشان ما يأثروش على الخط بتاعي ويكون منفصل تماما. فكنت بلاقي البنج بيرفع في اوقات كتير، فبقول الخط كده في حد بيستعمله او بيستهلكه، فروحت شفت الاجهزه المتصله بالراوتر ما لقيتش في حاجه، فقلت يمكن الويندوز بيعمل ابديت، يمكن في برنامج معين. قعدت يعني الموضوع ده شغلني فتره لحد ما وصلت ان انا افصل الخط الاولاني، مع انها كانت غير منطقيه تماما. قلت اجرب افصله، بالفعل السرعه كانت طبيعيه والدنيا رجعت زي ما هي. السرعه بالمناسبه كانت حوالي 30 او 32 ميجا او 29 يعني، ففعلا لما حد بيشغل اليوتيوب من الخط الثاني بيأثر معايا على السرعه. وجربت ده باني اعمل داونلود من الخط A وبعد كده اروح اقيس السرعه في الخط B باستعمال موقع سبيد تيست، فعلا السرعه بتقل جدا، وساعات سبيد تيست بيجيب ايرور ما بيرضاش يقرا السرعه على اساس ان السرعه كلها مستخدمه، او هو مش قادر يعمل تيست للسرعه لان هي اصلا تعتبر مش موجوده عليه، لان انا ساحبها كلها ببرنامج تاني. فالموضوع ده اتكرر كذا مره لحد ما اتاكدت من الموضوع ده. وبيحصل كمان بالتبادل، يعني لو انا بستعمل A فبيأثر على B، فB لو استعملته بيأثر على A. تعالوا اوريكم الكلام ده بشكل عملي. بصوا يا جماعه، هنا الراوترين، الراوتر اللي على اليمين ده الشبكه بتاعته اولها وي، والراوتر الثاني دوت ده الشبكه بتاعته كيو كيو اي. ده كل واحد واخد خط، مؤاخذه البتاع دي بس قلبت نور، كل واحد فيهم واخد خط منفصل تماما عن الثاني. اهو ده جاي له سلك نت لوحده، وده جاي له سلك نت اهو برضو لوحده، والاثنين شغالين معايا مفيش اي مشكله خالص. دلوقتي بقى تعالوا معايا على الكمبيوتر. هنا انا متصل هنا بالشبكه اللي هي كيو كيو اي، كيو كيو اي ده اللي هو الراوتر اللي ناحيه الشمال ده، تمام كده. طيب دلوقتي انا هجرب اعمل داونلود للعبه من خلال برنامج او من خلال المتجر بتاع ايبك. هدوس كده على داونلود. قبل الداونلود صراحه خلوني كده اوريكم سبيد تيست، دي السرعه بتاعت الخط اصلا. انا كنت عاملها تيست قبل كده، البنج كان بيبقى 12 صراحه او 18، والسرعه بتكون تمام. هنا البنج اهو 13، والسرعه الحمد لله زي ما انتم شايفين 30 او 31، هنقول 32 تمام. هتجيب كمان 33 دلوقتي، جابت ال 33. وانتم عارفين طبعا سبيد تيست لو الدنيا تمام معاه بيقرا مره واحده. وادي الابلود حوالي 4 ميجا ابلود، فبالنسبه لي السرعه كده كويسه جدا ومعقوله جدا جدا. هستنى بس لما يخلص عشان ما حدش يقول لي انت ايه فصلت او عملت او كده. طيب ده بالنسبه لكيو كيو اي، تمام. هغير الشبكه بقى لوي، هيظهر لنا دلوقتي وي. ولا بلاش على نفس الكمبيوتر، انا هاجي هنا، شايفين هنا ده كده هوريكم انا متصل بايه هنا. اهي لو هقف على الشبكه هنا دي وي، دي شبكه تاني خالص اللي هي الراوتر التاني اللي انا وريته لكم. طيب هنيجي نعمل جو، نخليه يعمل سبيد تيست برضو، هنلاقي تقريبا نفس القرايات، الاتنين جايين من نفس الكابينه ونفس السلك ونفس البوكس، فكل التوصيلات تقريبا واحده، والقرايات هي مش هي بالظبط ولكن تكاد تكون يعني نفس القرايات. برضو عدى هنا ال 33، هيجيب 34 معايا اهو، تمام.
ده في نفس اللحظه، انا ما عملتش كات للفيديو ولا اي حاجه. وده هنا الابلود، انا مش عارف هم ما بيقراش ابلود ليه اصلا. الحال الابلود هنا كان قوي، كان كويس، ما اعرفش في ايه المره دي. هنا جاب 1 ميجا بس. طيب المهم دلوقتي ان تقريبا ايه السرعه شغاله تمام زي ما انتم شفتوا، فالخطين برده شغالين، ما زالوا شغالين. انا بقى هاجي هنا على ايبك، المفروض هنا بكمل او بعمل ريزوم للعبه كنت بحملها تمام. هنا هو بيحمل بسرعه كام؟ بسرعه 2 ميجا بت تقريبا، 2 ميجا ونص، وساعات بيوصل ل 3 كمان او 3 ونص. طبعا هي بتبقى متغيره مش ثابته على حسب السيرفر اللي انا بحمل منه، عشان كده كنت بستعمل الانترنت داونلود مانجر عشان يعني اسحب السرعه كامله. ولكن هنا انا كده عملت اهو تمام، انا كده بدات ان انا اعمل داونلود، والداونلود شغال بسرعه 2 ميجا وشويه. طيب نيجي هنا بقى، انا هنا متصل على شبكه وي، ده الجهاز المتصل بيه على شبكه وي، هدوس جو. هتحس بالظبط كانك ساحب السرعه من الخط ده، شايفين عامل ازاي؟ البنج هنا ما تاثرش شويه تمام، ولكن هنا السرعه نفسها اتاثرت. سرعه الداونلود اللي كانت بتوصل ل 30 و34 شايفين بقت كام؟ بقت 3 ميجا وشويه، وهنا مازال شغال. طيب هاجي هوقف، هاجي اوقف التحميل هنا تمام اهو، هفتح بس الكادر كده، هوقف التحميل اهو تمام، وهاجي على اللاب ده. بصوا عمل يعني ايرور، حتى ما عرفش يقرا سرعه الابلود هنا. عامة ده ما يهمنيش، انا يهمني عندي الداونلود دلوقتي، انا مش هتكلم في ابلود، انا هتكلم في داونلود، مفيش مشكله. انا موقف هنا يا شباب تمام، هاجي هنا هدوس على جو، هيقرا السرعه كامله من غير اي حاجه. بصوا هيروح ل 30 دلوقتي، عدى ل 20 25 26 تمام، السرعه بترجع طبيعيه تاني. يعني بصوا كده بقى، المره الجايه انا هعمل لكم سبيد تيست وهو بيعمل داونلود في نفس اللحظه. يعني هنا جابت ال 30 اهي، حلو. هوقف بس او هعمل ريفرش، انا ما يهمنيش الابلود هنا دلوقتي، انا عايز الداونلود. ادي جو، بصوا خدوا بالكم هنا الداونلود هيعمل تيست اهو، هنا الداونلود اهو، حلو كده. هاجي انقل هنا، بمجرد ما هدوس كده هتلاحظ ان السرعه هناك هتقل، هنا ما يعني بدات تقل اهي، وهنا كانت بكيلو بايت دلوقتي بس رجعت تاني ل 2 ميجا، ولكن هنا السرعه قلت بقت 12 ميجا. فده اللي بيحصل بالظبط معايا، وزي ما قلت لكم بيحصل بالتبادل. يعني لو عملت نفس الموضوع ده على الخط الثاني، السرعه على الخط الاول برضو بتتاثر، حتى وان كان ما بيحصلش بالتبادل، المشكله نفسها غريبه. ازاي استهلك نت من الخط الاول وياثر على الخط الثاني؟ وزي ما قلت لكم الموضوع ما بياثرش على الباقه، الباقه بتاع ده بتفضل زي ما هي. فانا مش عارف هل دي مشكله بورتات، ولا مشكله البوكس عندي، ولا مشكله الكابينه نفسها، ولا مشكله توصيلات، ولا عشان الراوترين جنب بعض، مع ان يعني دايما الراوترين دول جنب بعض. مش عارف بالظبط ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيخلي السرعه بتاع ده تتاثر من خلال السرعه بتاعت ده. وهنا بقى يخلينا نروح لحته تاني خالص خالص خالص، وهو ان عندي الخطين هنا، او من حظي كويس ان الخطين في نفس البيت. هل معنى كده ان انا لما ساعات السرعه بتقل عندي او عند حد من اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي، ممكن يكون في خط تاني بيسحب سرعه في نفس الوقت وبتاثر على الخط ده؟ واشمعنى الخط ده تحديدا؟ لان انا عندي هنا في البيت زي ما قلت لكم ثلاث خطوط من شركه وي، في خط لاخويا فالسرعه عنده مش بتتاثر لما انا بعمل كده، ولكن من حظي او الصدفه الغريبه العجيبه دي ان الخطين اللي هم معايا هم اللي بيعملوا كده. فمعنى كده ان وارد جدا جدا ان في خط ممكن يكون بيسحب سرعه وخط تاني في بيت تاني بيتاثر بنفس الكلام ده، فبيكون فاكر ان الخط عنده فيه مشكله او راوتر مش عارف ايه، وبيفضل في مشكله ودوامه كبيره، ويفضل بقى يتواصل مع خدمه العملاء وفنيين رايحين وجايين ومش عارف ايه، فتفضل الخدمه معاه مش مستقره. فحبيت ان انا اوثق المشكله دي بعد حوالي 4 أو 5 شهور من مواجهتي ليها، ولسه لحد اللحظه دي ما اتحلتش. وزي ما قلت لكم الفيديو ده مش تشويه خالص لشركه وي، بالعكس انا من الناس اللي برشح شركه وي رقم واحد في مصر بغض النظر عن اي شركه تاني، هي وفودافون الصراحه. انا عن نفسي ما جربتش غير وي وشركه تاني مفيش داعي لذكر اسمها، لان هي كانت في البدايه لسه وكانت عامله عروض وبتاع، وانا كنت ندمان ان انا كنت مشترك فيها، فرجعت على طول ساعتها لشركه وي. وبالنسبه لي شخصيا بمميزاتها وعيوبها هي افضل شركه انترنت في مصر. فانا على امل ان حد منكم يكون واجه المشكله دي ويساعدني في حلها ويقول لي وعمل ايه، عشان بجد المشكله دي مرخمه عليا صراحه، لان انا يعتبر عندي خطين بخط
واحد. نسيت اقول لكم ان في حل نفع معايا من احد الناس المحترمه اللي شغاله في خدمه العملاء، كان قال لي على حاجه اعملها، فضل يجرب معايا كذا حاجه، انا وصلت له كل الموضوع وجربته معاه، هو من خلاله ما قدرش يكتشف اي خطا من خلال السيستم عنده، قال لي الخطين تمام مفيش اي مشكله، حتى انا عملت ده كله معاه، ولكن هو غير قيمه الام تي يو عنده او على الراوتر من خلال الصفحه عنده، لان زي ما انتم عارفين بيظهر كل البيانات الراوتر عنده، يقدر يتحكم فيها كانه فاتح من الجهاز نفسه بتاعنا. فقلت له انت عملت ايه؟ هي فعلا المشكله اتحلت وقتها. قال لي انا غيرت قيمه الام تي يو، قعد يغير لي مش عارف في حاجات كده لحد ما وصل للام تي يو، المشكله وقتها بالفعل اتحلت، بقيت اداوم من خط والخط الثاني كان شغال تمام، والمشكله دي قعدت بتاع 3 4 ساعات او في نفس اليوم على الاقل هنقول يوم، وبعد كده رجعت ثاني. فدي كانت يعني ضمن الحلول المؤقته اللي نفعت معايا، ما اعرفش هل وقتها بقى كان صدفه ولا كان ايه بالظبط، لانه وقتها فضل يعمل لي كذا اجراء تنشيطي على الخطين، ولكن قال لي ان انا في اللحظه دي غيرت الام تي يو. فحبيت اشارك معاكم برضو النقطه دي، ولكن لحد اللحظه بتوع خدمه العملاء كلهم مش قادرين يحلوا معايا. فدي كانت كل حاجه حبيت اشاركها معاكم في فيديو النهارده، وخلوني بقى اطلع قدام كده شويه عشان انتوا وحشتوني الصراحه. عايز اقول لكم اعملوا لايك للفيديو وما تنسوش بقى يعني تساعدوني في حل المشكلة، وبإذن الله الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله هنكتر منها ونرجع تاني لمشاكل الويندوز بتاعتنا ونحلها مع بعض، وهنرجع لترشيحات الأجهزة ويكون في كذا كاتيجوري أو كذا قسم جديد معانا على القناة ونرجع أحسن من الأول إن شاء الله. فدعواتكم دايما بالتوفيق، وأي حد عنده أي استفسار أو أي اقتراح، ولو عندك أي معلومة وبرضه عاوز أعرف إيه هي أفضل شركة إنترنت من وجهة نظرك، مشترك في الخدمة بتاعتها بقالك قد إيه، والخدمة بشكل عام مرتاح فيها ولا لا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اشوفكم على خير بإذن الله، كان معاكم أحمد الجرنوسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.